السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أقدم لكم فيزياء مبسطة الخاصة بالتلميذ المستوى الثالث إعدادي وكذلك مترشح الأحرار الكرام. الهدف ديالنا هو تبسيط ما يمكن تبسيطه. إذا بالنسبة للدروس المهمة في الدورة الأولى الخاصة بالفيزياء سوف نقوم بتبسيطها حسب المطلوب. المهم والفائدة تعم على الجميع، جميع التلاميذ يستفيدوا. اخترت لكم من موقع الشهير الو سكول بالخصوص انجاز الاستاذ المحترم الكوفي فجيات. الحصه الثانيه من ليزاتوميزيوم، كانت هناك حصه الاولى كانت في درس مختلف، سوف اقدم لكم هذا الدرس ديال ليزاتوميزيوم حسب حسب الاقتراح ديال الاستاذ قفيفة جهاد من موقع الوسكو. ننتقلوا ديركتومون للفهرس. كاين هناك ثلاث فقرات مهمه في الدرس. اولا كاين ما يسمى بلا ستركتور دو لاتوم، البنيه ديال الذره. تعرفوا على ليفولوسيون دو موديل دو لاتوم، تعرفوا على الكونستيتيون دو لاتوم، نتعرفوا على لو نوايو لي زيكتون و كيلكوز اكزامبل. من بعد اللي تيشكل خطر على التلاميذ هو هاد الفقره هادي، اسم ديالها نوتراليتي الكتريك دو ناتوم. فاش نوصلوا لها خصكم تنتبهوا لها جيدا ايها التلاميذ الاعزاء، نوتراليتي الكتريك دو ناتوم. واخيرا سوف نقترح لكم الفقره الثالثه لا فورماسيون دي زيون، كذلك بعض التمارين التطبيقيه. المهم قراءة حول ايفولوسيون دي موديل دو لاتا، نتعرف على التطور ديال النموذج ديال الذرة من خلال هاد الخط الزمني كما تلاحظوا منذ قبل الميلاد الى وقتنا الحالي. كيفاش نموذج الذرة وقع عليه ما يسمى بالتطور. إذن هناك علماء فيزيائيين مختلف العصور، كاين ديموكريت إيلوسي بدا في القرن 400 سنة قبل الميلاد في الحضارة الإغريقية. مهم وهذا دالتون في 1810 عطانا هذا النموذج، في تومسون في 1897 عطانا هذا النموذج ديال الذرة، روترفورد في 1911 عطانا هذا النموذج ديال الذرة يشبه تماما بالمجرة أو بالمجموعة الشمسية. إذن يتوسط هنا الشمس وكواكب، سوف نطلقوا لهذا النموذج هذا. كاين هناك كذلك ومثال بشكل أو بآخر، كاين هناك نموذج ديال بو يشبه تماما النموذج ديال روترفورد. والفيزياء الحديثة العلماء الفيزيائيين في الأخير ماذا اقترحوا علينا كنموذج؟ شيئا ما يحكي الواقع. اوكي، la notion d'atome n'est pas récente. إذا المفهوم ديال الذرة ليس حديثا. Il est apparu en 5e siècle avant Jésus-Christ grâce à Démocrite, philosophe grec. عالم وفيلسوف إغريقي هو اللي اقترح لنا النموذج الأول للذرة. هو عبارة عن كرات، كيف ما في الشكل لي بارتيكول، عبارة عن دي بارتيكول، كرات بارتيكول انديفيزيبل. Ça veut dire qu'on ne peut pas diviser. Ce sont des atomos. On dit atomos qui signifie indivisible. En grec, grain de matière, grain de poussière. Grain. Ibaran korat. Korayet. À la chèque grain de poussière, à la chèque le. غبار او ما يشبه. المهم ليس دقيقا حين. ليس دقيقا. سا تيوري فيت اوبليي،
جيسكو ديبي دو 19 سيكل. وصلنا للقرن 19 خصوصا في 1810 من بين 1810 حتى 1897. اذا هناك علماء فيزيائيين كوم دالتون و تومسون. alors les scientifiques comme Dalton puis Thomson et enfin Rutherford réaffirment l'existence de l'atome en démontrant la structure. اللي تهمنا اكثر هو دالتون. نشوفوا النموذج ديال دالتون. لي زاتوم سون ريبريزونتي بار دي سفير على شكل كره. تومسون اقترح لنا النموذج. ان ايماجين لاتوم كوم اون سفير رامبلي دون سبستانس. نكبر لكم شيئا ما باش يبان لكم بوضوح. اذا اسف على رداءة الصورة. Il imagine l'atome comme une sphère remplie d'une substance électriquement positive. مهم جدا هذه المعلومة. Tourner d'électrons négatifs comme des raisins dans un cake. هذا هو النموذج التخيلي ديال الذرة من اقتراح العلم الفيزيائي تومسون. إيماجين الأتوم كوم إن سفير على شكل كرة تشبه تماما النموذج ديال دالتون غومبلي دين سبستانس إلكتريكمون بوزيتيف. هذا هو اللي مهم. إذا هناك شحنات موجبة داخل هذه الكرة. إي توني دالكترون نيجاتيف. comme des raisins dans un cake. معليش. Rutherford, l'atome est surtout constitué de vide. L'atome est surtout constitué de vide. Il y a un fragment. Au centre de l'atome doit se trouver une masse importante positive. Une note positive que Rutherford appelait le noyau. Il y a un شيء انت عارفه عليه من خلال هذا النموذج هو النواة الموجود هنا في لوسون. ce noyau doit être extrêmement petit et dense. l'atome est neutre. il est autant de charges positives que de charges négatives. مهم جدا المعلومة. هذا تستدعينا حول الفقرة ديال النوتراليتي. Alors, neutralité électrique d'un atome. L'atome est neutre. L'atome est neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. المقترح ديال روترفورد يعتمد على العالم الفيزيائي بور في 1922. سون ترافاي سانسبيرا دي موديل نوكليير دو لاتوم دو روترفورد دون لوكيل لاتوم اي كونسيدري كوم ان نوايو كومباكت اوتوري دو نواج ديلكترون. لي شارج نيجاتيف غرافيت تقصد بها لي زيكترون. Les charges négatives gravitent autour du noyau comme les planètes autour du soleil. Il y a un quelconque rapport entre le phénomène de Rutherford et le phénomène de Bohr. Physique moderne. ماذا يقول العلماء حول النظريات ديال بور وروترفورد وتومسون؟ من خلال النموذج ديال تومسون وروترفورد اوف بور العلماء ديال الفيزياء الحديثة قدموا لنا النموذج الذي يحكي الواقع بكل صراحة. انوايو سنترال. اذا هناك نواة. انوايو سنترال هناك نواة تتمركز داخل الذرة. انوايو سنترال انتوري ديليكترون. هذا موجود. وهاد الالكترونات يكونوا في حركة عشوائية وليس حركة منتظمة بحال النموذج ديال بور ولا روترفور ولا لا.
Les électrons n'ont pas un trajet bien défini, mais une certaine probabilité de présence. إذن هناك حضور الإلكترونات ولكن المسار ديالهم تيكون بشكل عشوائي تيكون لينا واحد السحابة تسمى نواج الإلكترون سحابة من الإلكترونات ولكن هي توسط واحد النواة هذا هو المهم Un noyau central entouré d'électrons au mouvement, les électrons n'ont pas un trajet bien défini, mais une certaine probabilité de présence. Que construisent bien sûr un nuage d'électrons. إذن هذا النموذج يشبه نموذج مثالي إذن هناك مثلا هناك شمس وكذلك دي زوربيت من المسارات لكواكب معينة كذلك المثال هذا المثال شهير جدا في العلوم الفيزيائية الخاصة بالذرة ولكن يأتي النموذج الذي يحكي الواقع هو النموذج الذي الفيزياء الحديثة ويعيد un noyau central entouré d'électrons en mouvement les électrons n'ont pas un trajet bien défini mais une certaine probabilité de présence إذن استفدنا من خلال هذا الخط الزمني كيف تطورت الذرة من منذ 400 سنة قبل الميلاد حتى عصرنا الحالي إذن هذه نماذج مقترحة كما تشوفون رسوم ونماذج مقترحة من طرف العلماء في ذلك الزمن ستركتور دو لاتوم سوف نتعرف على المكونات ديال الذرة كونستيتيون دو لاتوم ان لاتوم اي كونستيتيي دان نوايو placé au centre de l'atome qui renferme des charges positives, autour duquel tournent des électrons qui renferment des charges négatives. Et donc, comme vous le voyez à travers ce schéma, on va se passer un mot. Vous le voyez que les noyaux d'aimants lesdina chaleur mouvement. تسمى البروتونات أما هاد الكويرات هنا دقيقة تسمى الإلكترون تتحمل دائما شحنة سالبة أن أتوم يكون سيدا نوايو بلاسي في سنتر دو الأتوم كي غنفيرم دي شارج بوزيتيف فهمتو أوتور دو كيل تورن دي إلكترون كي غنفيرم دي شارج نيجاتيف فهمتو إذا هناك نواة وكذلك واحد السحابة من الإلكترونات شحنة ديال النواة تكون على شكل بروتونات موجبة والإلكترونات تكون عندهم شحنة سالبة ستركتور دو لاتوم لو نوايو بلاسي او سونتر دو لاتوم اي شارجي بوزيتيفمون لا فورم شكل لو نوايو بوسيد اون فورم سفيريك على شكل كروي سيتياسيون Il se situe au centre de l'atome. Il y a fait au centre taille. Il est environ 100 000 fois plus petit que l'atome auquel il appartient. Le nombre de charges positives du noyau est représenté par la lettre Z. C'est important. Z majuscule. Z majuscule. Z majuscule. Il met العدد ديال الشحنة الموجبة لدى النواة أو ما يسمى بالعربي العدد الذري لو نيميرو اتوميك العدد الذري presque toute la masse de l'atome se trouve dans le noyau إذن هذه معلومة مهمة الكتلة ديال الذرة موجودة في النواة ديالها إذن بالنسبة للكتلة ديال الإلكترونات لا تعتبر المهم عندنا هو النواة Presque toute la masse de l'atome se trouve dans le noyau. مهم جدا الفقرة. فيها معلومات جد مهمة. Placé au centre de l'atome et chargé positivement. نتكلم حول النواة. La forme. Le noyau possède une forme sphérique. نتكلم حول الشكل ديال النواة. La situation. Il se situe au centre de l'atome. معناها في
وسط الذرة est environ 100 000 fois, 100 000 fois plus petit que l'atome auquel elle appartient. Le nombre de charges positives du noyau est représenté par la lettre Z, appelée le numéro atomique. Presque toute la masse de l'atome se trouve dans le noyau. Structure de l'atome, les électrons. دائما حنا في البنية ديال الذرة ننتقلوا دابا الى الالكترونات. شاك الكترون بورت اون سول شارج نيجاتيف تقريبا ناقص 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم، معناه يعادل موان زو، معناه الكترون واحد يعادل ناقص 1.6 في 10 ناقص 19 كولوم، هي لا شارج الكتريك. كي كي يرمز الى لا شارج الكتريك، معناه شحنة السالبة تساوي هذه شحنة ثابتة ناقص 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم، معناه موازن. ils sont tous identiques، معناه جميع الالكترونات متشابهة، دايما تلقاو عندنا نفس الشحنة هي ناقص 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم. ils sont tous identiques، ما كاينش هناك اختلاف ما بين الكترون والالكترون الاخر. ils forment ce qu'on appelle le nuage électronique، هذه تكون لنا واحد السحابة إلكترونية. il forme le nuage électronique. la taille les électrons sont nettement plus petits que le noyau. إذن الطول ديال الإلكترونات راه vraiment sont petits، sont plus petits que le noyau. باين واضح، لأن النوايو لأن النواة تشكل واحد الكتلة ديال النواة، الكتلة ديال الذرة كاملة. situation ils sont mobiles et tournent autour du noyau. charge électrique chaque électron possède une charge électrique négative. tous les électrons sont identiques même s'ils appartiennent à des atomes différents. إذن حنا حسبنا بأن جميع الإلكترونات متشابهة في جميع الذرات. la masse des électrons est très faible. إذا الكتلة ديال الإلكترونات جد ضعيفة، إذا مهملة مقارنة مع الكتلة ديال النواة. لا ماس ديال الإلكترون إي تخي فيل بارابور أ سيل دي نوايو. إذا نفهمو هاد الفقرة هادي تا هي بشكل جيد. إذا عندنا لي زيلكترون، شاك إلكترون بورت إين سول شارج نيجاتيف كي موان أن فيغول سيس فوا ديس أ لا بويسونس موان 19 كولوم égale moins E. ils sont tous identiques. ils forment le nuage électronique. la taille des électrons sont nettement plus petits que le noyau. situation ils sont mobiles et se tournent autour du noyau. charge électrique chaque électron possède une charge électrique négative. tous les électrons sont identiques même s'ils appartiennent à des atomes différents. la masse des électrons est très faible par rapport à celle du noyau. On continue avec les structures de l'atome et cette fois des exemples. On a le tableau. On a le nom de l'atome, mais c'est l'hydrogène, oxygène, azote et carbone. On a le symbole de l'atome. Ça va être le niveau le symbole de l'atome, c'est l'hydrogène. symbole de l'atome, on a H, O, N, C. H, ça veut dire hydrogène, O, ça veut dire oxygène, N, ça veut dire azote, et C, ça veut dire carbone, ou nitrogène. Azote ou nitrogène. Le numéro atomique, mais là, l'adet de comme d'arrêt, ça veut dire l'hydrogène. D'arrêt, كم الكترون تحتوي على الهيدروجين بالخصوص. كم الكترون يحتوي على الهيدروجين؟ الكترون واحد. كم الكترون يحتوي الاكسجين؟ 8 الكترونات.
كم من الكترون يحتوي ذرة الأزوت؟ 7. أو كم من الكترون يحتوي الكربون؟ 6. إذن كيف كيف الإلكترون كذلك ومثال البروتون، أي الشحنة الموجودة في النواة. كاين شحنة موجبة لدى الهيدروجين، كاين 8 شحنات موجبة لدى الأكسجين، كاين 7 شحنات موجبة لدى الأزوت، وستة شحنات موجبة لدى الكربون. إذن هناك واحد تحايد كهربائي داخل الذرة، عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات أو عدد الشحنات ديال النواة. هادشي مفروغ منه، سوف نطرق عليه في الفقرة الثانية، سميتها النوتراليتي إلكتريك ديال الأتوم. الأتوم إلكتريكمون نوتر، الأتوم إلكتريكمون نوتر، إذن كهربائيا هي محايدة كهربائيا، الذرة محايدة كهربائيا. من عدد ديال الإلكترونات يساوي عدد ديال شحنات النواة. Le nombre de charges positives du noyau est donc égal. Et donc quoi? Égal au nombre de charges négatives des électrons. Et donc, il y a un équilibre entre le nombre d'électrons et le nombre de charges des noyaux. C'est un symbole de la zone. On va comprendre la différence entre la zone et l'ion dans cette L'atome est électriquement neutre. Le nombre de charges positives du noyau est donc égal au nombre de charges négatives des électrons. الله يخليكم، ابقوا معنا باش نتعرفوا على الفقرة المهمة اللي خاصكم تستغلوها مزيان، هو لا نوتراليتي الكتريك ديال الاتوم. معنا استفدوا منها وتستوعبوها بشكل جيد باش يساعدكم على انجاز التمارين بكل سهولة. اذا الدرس كله تتمحور حول هذه الفقرة، نوتراليتي الكتريك ديال الاتوم. اللي ما فهمتوش هذا الدرس، ما فهمتوش الفقرة، ما فهمتوش هذا الدرس كامل، زيادة على لا فورماسيون ديزيون. إذا نتبداو من دابا خصو نستوعبو هادشي لي في الدرس هذا، هاد الفقرة هادي من الدرس نوتراليتي إلكتريك ديال الأتوم. يبقاو دائما معنا، خاصك توجو أفيك نو. نوتراليتي إلكتريك ديال الأتوم، الأتوم إلكتريكمون نوتر. إذا خاصك تعرف بأن الذرة محايدة كهربائيا، الأتوم إلكتريكمون نوتر. C'est-à-dire, le nombre de charges positives des noyaux est donc égal au nombre de charges négatives des électrons. Là, ça veut dire que l'adad des électronettes, l'adad des chenets électronettes, c'est oui, l'adad des chenets des noyaux. Ce nombre est appelé numéro atomique Z de l'atome, il sert à classer les atomes. Charge totale des noyaux Qn égale plus Ze, et charge totale des électrons Qe égal moins Z. Conséquence. Et le bois de termes la charge totale du noyau, c'est un tel Qn. C'est ça, oui, Z ou la terre E. C'est un tel moyen. Vas-y. Amma la charge totale des électrons, Qe, égale moins Z. Naqis Z. هو العدد الذري نتيجة لذلك. سي لون كوني لو نومبر دو شارج بوزيتيف، نتكلم حول الذرة. سي لون كوني لو نومبر دو شارج بوزيتيف دون ان نوايو، اون كوني اوسي لو نومبر ديليكترون. سي لون كوني لو نومبر دو شارج بوزيتيف دون ان نوايو، اون كوني اوسي لو نومبر ديليكترون، لان محايدة كهربائية. سي لا ميم شوز بالنسبة للعكس. سي لون كوني لو نومبر ديليكترون، on connaît aussi le nombre de charges positives dans le noyau. Si un composé porte une charge électrique globalement positive ou négative, il ne s'agit pas d'un atome, il s'agit d'un ion. Il est donc intérieur. Mais l'artilleur, il y a un nombre de charges dans le noyau. Il y a un nombre d'électrons qui est intérieur. L'été intérieur, c'est le nombre de charges dans l'électron. Il y a un nombre de charges. Si un composé porte une charge électrique globalement positive ou négative, il ne s'agit pas d'un atome, il s'agit d'un ion. Et de cas où nous avons, par exemple, chez composé, chez mécouin, par exemple, fi naqis ou zaid, هذا يمثل ion وليس الذرة. الاختلاف بين ion والذرة هو الاختلاف في الالكترونات. إذا كان هناك عدد الالكترونات عدد الالكترونات يساوي عدد الالكترونات يساوي عدد الشحنات النواة، هذيك تنتكلم على الذرة.
أما اللي كان اختلاف عدد الإلكترونات مع عدد الشحنة ديال النواة، هذيك ليست بذرة ولكن إيون. تلاحظوا معي لا فورماسيون دي زيون. ديفينيسيون، أن إيون إيت أن أتوم أو جروب داتوم كي أ بيردو أو غاني أن أو بليزيور إلكترون. هذا يمثل الذرة ديال الكلور. مالا عندنا تقريبا 17 إلكترون، هما تلاحظوا هاد النقط يمثل الإلكترون، و عندنا 17 ديال الشحنة ديال النواة. هنا الكان ديال الإلكترون أصبح نواة، إذا هناك 18 اللي حسبنا هنا قدرنا تقريبا 18 إلكترون، وهنا كاين 17، إذا كان ديال الإلكترون. إذا كان ديال الإلكترون، إذا قد اكتسب ذرة ديال الكلور اكتسبت واحد الإلكترون أصبحت إيونا. إيون إيت أن أتوم أو جروب داتوم كي بيردو، هنا في هاد الحالة كي غاني أن أتوم أن أو بليزيوغ إلكترون، باردون أن أو بليزيوغ إلكترون. إذا في الأول تتكون على شكل ذرة، من بعد تتحول إيون. علاش؟ لان هذه الذره اما اكتسبت واحد الالكترون جديد او عده الكترونات او فقدت الكترون او عده الكترون. هذول الخلاصه. تابعوا معايا هاد الذره ديال الالومنيوم، العدد الذري ديالها هو 13، الشحنه ديال النواه ديال 13 او العدد ديال الالكترونات هي 13 موان 13. إذا كاين هناك واحد النوع ديال التساوي، إذا محايدة كربعين هاد الذرة ديال الكلور، ولكن فقدت 3 إلكترونات، ولات عندها غير 10 فقط، 10 إلكترونات، هذا ليس بذرة بل إيون. أنيون، غومارك، أنيون مونو أتوميك، كي أن أتوم أيون بيردو أو كابتوغي أن أو بليزيوغ إلكترون. Un ion polyatomique est un groupe d'atomes ayant perdu ou capturé en plusieurs électrons. Et donc, il y a mono, ça me fait moucher, mais il y a mono ou poly. Mono, il y a un peu de chlore. Il y a un peu de chlore, aluminium ou chlore. Il y a un mono atomique, il y a un chlore pour l'aluminium. نتكلم حول ايون متعدد الذرات بولياتوميك، عندما يكون عندنا جزء ذره مخالفه على الذره، معناها تركيبه ديال ذرتين او ثلاث ذرات. الايون بولياتوميك ايتان جروب داتوم، ايتان جروب داتوم مجموع من الذرات ايون بيردو وكابتوري او بليزيوغ الكترون. هذا هو الفرق بين ان ايون مونو اتوميك و بولياتوميك. دابا نشيرو في هاد لا فورماسيون دي زيون. المهم دابا تعرفنا على النموذج الذره كيفاش تطور عبر التاريخ، تعرفنا على المكونات ديال الذره، وفهمنا هذيك الفقره اللي صعيبه شيئا ما التلاميذ، لا نوتراليتي الكتريك دان اتوم، فهمنا الفرق ما بين ان اتوم و ان نيون، وفهمنا كذلك الفرق ما بين ان مونو مونو اتوميك نيون مونو اتوميك و نيون بولي اتوميك. لا فورماسيون دي زيون كاتيون اي انيون. لي كاتيون، ان كاتيون اي تان ايون بوزيتيف، ان كاتيون اي تان ايون بوزيتيف. يساجي دونك داتوم او دان جروب داتوم qui a perdu un ou plusieurs électrons. Un cation ou un ion mouge. Il s'agit donc d'atomes ou d'un groupe d'atomes. Il qui a perdu, qui a perdu un ou plusieurs électrons. مثال ان اتوم دو فير، الرمز ديالو هو اف او والعدد الذري ديالو هو 26، بير دو الكترون
il devient un ion fer 2, noté Fe2+. إذن العلامة زائد تدل أنه فقد إلكترونين 2 2 هذا لاحظ معايا عندنا النوايو ديال الأتوم دو فير Fe 26 بروتون ونياج مال هذه الإلكترونات 26 إلكترون إذن زائد 26 E زائد ناقص 26 تساوي صفر إذن هو شارج جلوبال هنا لا في الأيون عندنا Fe 2+ معناها في الاول كان عندنا نوايو 26 بروتون وكان في الاول نواج كان عندنا 26 الكترون ولكن فقد الكترون 24 زائد 26 او زائد ناقص 24 او معناها بلس 2 هنا في جات زائد 2 معناها فقدت الكترون اذا في الاول كانت 26 لاحظوا معايا هنا اتوم دو فير 26 هنا ليون دو فير كاين هناك واحد الخطا غتبقى دائما زائد 26 ولكن هنا كاين واحد الخطا هنا دائما تبقى 26 او ولكن عدد الالكترونات سوف يقل عوض ما يكون عندنا ناقص 26 سوف يصبح عندنا ناقص 24 لكن هناك واحد الخطا هذا باش يبان لكم بشكل جيد إذا العدد البروتونات بقى كيف ما هو 26 إذا عوض ما يديروا هنا 26 أو 26 بلس داروا 24 بلس هذا كنوع من السهو أما في الحقيقة خاص تكون هنا 26 بلس العدد البروتونات لا يتغير ولكن العدد الإلكترونات يتغير هنا فقدنا إلكترونين أصبح إيون وأصبح من نوع الكاتيون La formation des ions, cation et anion. Les anions. Et là, je vous mets. Un anion est un ion négatif. Un anion est un ion négatif. Il s'agit donc d'atomes ou d'un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Il s'agit d'un groupe d'électrons ou d'électrons. Un anion est un ion négatif. Il s'agit donc d'atomes ou d'un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Exemple. Atome de chlore. Dans le ramz 0 Cl. Atome de chlore, ramz 0 Cl. Atome de chlore, ramz 0 Cl. Ou l'adet d'ri, Z égale 17. Gagne un électron. معنى اكتسب الكترون اي دوفيان ليون كلورور نوتي سي ال موان اذا ناقص هنا الدليل ان اكتسب الكترون واحد كما قلنا لكم في السابق انا كاين واحد الخطا 26 بلس خاص ولا بدي تكون 26 كما كاين هنا 17 بلس 17 بلس اذا العدد البروتونات لا يتغير ولكن العدد الالكترونات لا يتغير هنا اكتسب الكترون هذا العنصر ديال الكلور او ذره الكلور اصبحت انيونا من نوع الانيون من اكتسب الكترون عوض ما نديرو 17 او موان 17 او اصبح موان 18 بلس 17 او بلس موان 18 او يعني موان او من اكتسب الكترون La formation des ions, ions polyatomiques. Certains ions sont constitués par l'association de plusieurs atomes de types différents. Dans ce cas, c'est le groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. La charge positive ou négative s'applique à l'ensemble des atomes du groupe. L'atomité, plus souvent. Maintenant, on a un ion de sulfate. تتكون من الكبريت وما بين الاكسجين من 4 ذرات ديال الاكسجين وذره واحده ديال الكبريت كون فورمي دو لاتوم دو سوفر اس اي 4 اتوم دو اكسجين او ايون غاني 2 الكترون اذا اللي بغينا نحسبوا عدد الذرات خصنا نحسبوا عدد الذرات ديال الذره ديال الكبريت بوحدو وعدد الذرات ديال عدد الذرات ديال الذره ديال
أكسجين مضروبة في أربعة، أنا عندنا أربعة ذرات ديال أكسجين. إذا مثلا ثمانية ثمانية في أربعة ٣٢، زيادة الذرات ديال الأس، هذا هو المجمل. هذا تسمى إيون بولي أتوميك. هل سميناه إيون بولي أتوميك؟ لأن ليس بذر، ليس بمجموعة من الذرات أو جزيئة، لا لا لا، لأن فيها الإشارة ديال دو موان، وهذا دليل بأنه اكتسب إلكترونين وليس بذرة. بالعكس، إذن هناك عدم تحرير ديال الكهربائي. الإكسبوزون عنديك لاك شارج جلوبال دو ليون، هذا إيون، ومن نوع الكاتيون، ومن الصنف ديال بولي أتوميك. إذا عندنا الأتوم دوكسيجين، هنا عندنا الانديس عندك لو نوم بعد الأتوم دو ليليمون، وهنا عندنا الأتوم دو سوفر. أوتر إكزامبل، هنا كاين عدة أنواع ديال الكاتيونات، من بينهم الزنك والمغنيزيوم والبلوم على الرصاص، لوغ، شوفوا كالسيوم، كوبالت، باريول، يوتيريوم، سيزيوم، كروم، نيكل. هادو الكاتيونات الذي فقدوا للأسف الكترونات، كان في الأول تسمو الذرات ولكن فقدوا الكترونات. الكترون أو عدة الكترونات أصبحوا تقريبا العدد الإلكتروني أقصى حد يوصل ليه هو 3 إلكترونات، أقصى حد. مثلا الكروم، مثلا الفير من الدرجة الثالثة، مثلا الذهب. وأغلبية كاين هناك إلكترونين. مجمل أن هناك ثلاث، أقصى حد يوصل ليه هو فقدان 3 إلكترونات. هنا كذلك أقصى حد يوصل ليه هو اكتساب 3 إلكترونات. مثلا نيتروم، مثلا تيوسولفالات. لا 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 تيوسولفالات لا تيوسولفالات لا تيوسولفالات. المهم الوحيد وقال الجكوى الوحيد اللي عنده فوسفات كسب 3 الكترونات، كاين الفوسفات والنيتروم، ولكن الأغلبية إما تيكونو مكتسبين إلكترونا واحدا أو إلكترونين. المهم دابا فهمتو الفرق ما بين الكاتيون و الأنيون. إذا المهم فهمتو لي زيكزارسيس إكزارسايسز، فهمتو لي زيكزارسيس. دابا غتفهمو لي زيكزارسيس بشكل جيد، و غادي تفهمو تفهمو كيفاش تخرجو لي زيكزارسيس بشكل جيد. المهم فسرت لكم هاد الدرس بطريقة نظرية، يمكن لكم ديرو براتيك من خلال لي زيكزارسيس المقترح في المقرر ديالكم. المهم الحصة المقبلة تكون انتي كذلك درس شائك من بين الدروس ديال المستوى الثالث الإعدادي في العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الفيزياء والكيمياء، سيونس فيزيك وشيمي. المهم نلتقي بكم ان شاء الله في حلقات قادمه، وعندي لكم دروس كذلك في الاس في تي، تمام، تخصص في الدرس ديال الاس في تي وكذلك دروس ديال الاس في تي على شكل صوره، على شكل فيديو مصور مبسط شيئا ما، وكذلك دروس ديال الفيزياء والكيمياء. نصدركم ان شاء الله في لقاء اخر مع الفيزياء. شكرا لكم على حسن الاستماع، والى اللقاء.